أفري فاتا هي أفريكان، هو هي الموضة الإفريقية للتلمية كيف كنقولوا. كاين واحد الموضة اللي معروفة هي أوروبية بزاف كيكبروا بها، وحنايا كاين واحد لا بلاتفورم هنا بغيت ندير بكازابلانكا، أصلا هي لا كابيتال دو لا مود أفريكان، بطريقة الموضة والأزياء ديال الدورة ديال لو كونتينون ديال الاتحاد الإفريقي، حيتاش لقيت بأن أنا كذلك كيف كتعرفوني مصممة، عرفت بان كنعرف ستيل كل وحده، كاين واحد لي شانج، كاين واحد لا غولاسيون اومان اللي كتوقع غير بالموضه، وقلت علاش ما يدارش هنا في المغرب. حتى فرنسا شجعت المغرب وفرحت بان المغرب دايره واحد ليفينمون بحال هادي، قالوا لي علاش ما درتيهاش فرنسا حيتاش خلقت وكبرت فرنسا. قلت لهم لا، افريقيا خلقت في قلبي انا في المغرب، وضروري خصي دير هادشي في المغرب، وبلادنا هو الاول. تاش الوالد ديالي الله يرحمه كان كيقول لي ما تنسيش من جيتي. سعيد ان في سيده مغربيه كانت عايشه طول حياتها في باريس مهتمه جدا بالمراه المغربيه والمراه الافريقيه. في حاجه مشتركه بيني وبينها، هي مهتمه جدا بالمراه، وانا كمان شخص مهتم جدا بالمراه المصريه، والمراه المصريه جزء من افريقيا. ان احنا نبتدي نشجع الديزاينرز وخصوصا النيو ديزاينرز، انا اشوف ان دي حاجه مهمه جدا. تشجيعهم هيزود الصناعة، لما يكبروا هيكبروا. لو حد فيهم عنده ورشة فيها 2 عمال أو 3 عمال وابتدى وهو كرياتيف وشاطر، ابتدى يلاقي دعم وابتدى يبيع، الورشة الصغيرة ممكن تكبر. أتمنى أنهم يصدروا، لأن أنا شايف حاجة، شفت صور لبعض الديزاينز، أتمنى أنهم يصدروا الحاجات الخاصة بتاعتهم دي لأوروبا والأمريكا وكل الدنيا، لأنهم يستاهلوا ده في الحقيقة.